السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس برمجة الهواتف الذكية أو تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام الفريم وورك الثورية اللي أصبحت حديث العالم كله، هي فلاتر. والنهاردة هنشوف إزاي ممكن نحدث بيئة تطوير فلاتر لفلاتر 2 اللي نزل، وبرضه بقى حديث السوشيال ميديا وحديث العالم في الفترة الأخيرة. يلا كله جاهز أجهزته عشان ننزل النسخة الأحدث من فلاتر، ويخليكوا معانا. في حلقة سابقة في السلسلة ديت اللي قاربت على يعني عدد ضخم جدا من الحلقات، كنا شرحنا ازاي تعمل فلاتر ابديت، بس هنتكلم مرة تانية لان المرة دي الحدث كبير وهو فلاتر 2، فاحنا عاوزين نحدث لفلاتر 2. اول حاجة عشان نحدث لفلاتر 2 لازم نشوف النسخة بتاعتنا اللي احنا واقفين عليها حاليا دي فلاتر كام، وعشان كده هنفتح الستارت اب ونكتب سي ام دي ونخش على الكوماند برومبت ونكتب فلاتر دكتور. فلاتر دكتور ده هيوضح لك حالة فلاتر اللي موجودة على الجهاز بالظبط ايه. هو هنا قال لي ان النسخة حاليا اللي موجودة هي 1.2.20.2، في الاغلب هيديك رسالة هنا في الاول ويقول لك ان النسخة الاحدث من فلاتر اصبحت موجودة، وانت عشان تحدثها لازم تكتب فلاتر ابجريد. وتدوس انتر. ممكن يحصل معاك التحديث على طول او يديك الرسالة ديت، وفي الحالة ديت هو مش عاوز يعمل التحديث، فهنحط له كده داش داش ونكتب فورس، يعني هنحدثه غصب عنه، وهيبدأ بالفعل تحديث الفلاتر. بعد ما عمل التحديث نزل الملفات دلوقتي بيفك الارشيف اللي نزله دوت، وبيجبر الملفات ان هو يغيرها بالملفات القديمة بالملفات الجديدة في الملف بتاع SRC Flutter بتاعنا. ودلوقتي بيرن الفلاتر ابجريد. طبعا لان فلاتر فيه فيتشرز جديدة خاصة بالويندوز والامبيدد سيستمز واللي انتوا عارفينه والويب، فعشان كده بينزل باكيجز جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، فهتلاقي مساحة اكبر هيبدأ يشغلها الفلاتر اس دي كي بتاعنا. بعد كده هيبدأ يرن فلاتر دكتور تاني عشان يأكد لك ايه ان انت نزلت فلاتر، وهيقول لك ويلكم تو فلاتر، وبكده يبقى احنا عملنا ابجريد فلاتر اللي عندنا للفلاتر 2، وهو هيقول لك التشانل ستيبل والفلاتر بتاعك دلوقتي 2.0.3 اللي هو فلاتر 2. مبروك، انت دلوقتي الجهاز بتاعك بقى شغال تحت فلاتر 2. هنروح بقى لاندرويد ستوديو عشان نحدث البلاجنز هي كمان. هنيجي هنا عندك وخلاص احنا فتحنا الاندرويد ستوديو، هنيجي هنا عند كونفيجر ونروح على بلاجنز، وهنيجي هنا للدارت والفلاتر. هتلاقي الفلاتر نازل له تحديث، ماشي، ممكن تدوسه تحديث كده اهوت ويبدأ ايه يحدثه هو كمان، بس زي ما انتم شايفين لغه الدارت ذات نفسها ما نزلهاش تحديث جديد، بس هو عادي بما ان الكومبايلر اتحدث يبقى لغه الدارت بالتالي بتتحدث، بس كان الفلاتر دوت ديف اللي هو اللي احنا بنشتغل عليه
كان محتاج التحديث دوت، وبعدين هتعمل ريستارت اي دي اي ريستارت، وبكده احنا حدثنا الفلاتر ونقدر نبدأ نشتغل بيه عادي على المشاريع بتاعتنا. كنت قلت لكم في مقدمة الحلقة ان في مفاجأة في اخر الحلقة، استنوها، وهي الاعلان عن الكورس الجديد اللي هيبقى متواجد ان شاء الله من الشهر الجاي، بس هيبقى في بعد يوم 10 الشهر الجاي ان شاء الله. هيبقى عبارة عن تطبيق كامل اي كوميرس، هيتعمل من الصفر للنهاية، وهنستخدم فيه APIs، وهنستخدم فيه فلاتر، ويعني هنعمله بالكامل ببيئة فلاتر ان شاء الله، وهنستخدم هنحاول نرفعه على سيرفرات، وهيبقى فيه شغل عالي جدا جدا جدا. تطبيق اي كوميرس اعتقد ناس كتير نفسها تعمله، احنا هنعمله وهيبقى متاح للجميع باذن الله في الكورس دوت. مش هيبقى في الكورس دوت، انا هعمله في كورس خاص بيه، بس لسه بفنش في الكورس دوت، وهيترفع مرة واحدة ان شاء الله. في النهايه يا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، واتمنى ان الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى لجميع التوفيق. كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.